عندما يذكر التاريخ اسمك يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم. كنا نحن الذين افترينا دون حياء على أعظم سياسي العصر. قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون. قلنا لا بد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان، وعملنا على إيقاظ الفتنة. لم تكن أنت المجنون، بل نحن، ولم نكن ندري. علقنا القلادة على فتيل واهن، لم نكن مجانين فحسب، بل كنا قد عدمنا الأخلاق. فلقد بصقنا أيها السلطان العظيم على الأجداد. السلطان عبد الحميد الثاني وانهيار الدولة العثمانية. ولد عبد الحميد الثاني في 21 من سبتمبر عام 1842 ميلادية، وهو ابن السلطان عبد المجيد محمود الثاني، صاحب فرمان التنظيمات الذي ينظم الدولة العثمانية على الطراز الأوروبي، وتولى العرش خلفا لأخيه مراد في 31 من أغسطس عام 1876 ميلادية. وماتت أمه وهو في 11 من عمره، فربته زوجة أبيه وعاملته معاملة الأم شفقة ورحمة وعناية. درس عبد الحميد العلوم الأساسية في عهده، وبجانبها تعلم اللغة العربية وأجادا والفارسية وأجادا، وكان ينظم الشعر، وكان شخصية قوية منذ صغره. كان متدينا وسط جو أوروبي يعيشه أمراء القصر السلطاني، وحريصا على أداء الصلاة في أوقاتها، عفيفا لا يشرب الخمر، ويمنع تدخل نساء القصر في السياسة أو شؤون الدولة منعا باتا. وتروي ابنته الأميرة عائشة في اليوم التالي لتنصيب والد السلطان عبد الحميد سلطانا على الدولة العثمانية، قابل زوجة والده التي أحبها حبا ملأ عليه فؤاده، وقبل يدها وقال لها: بحنانك لم أشعر بفقد أمي، وأنت في نظري أمي لا تفترقين عنها، ولقد جعلتك السلطان الوالدة، وهو لقب خاص بأم السلطان، لكني أرجوك بإصرار ألا تتدخلي بأي شكل من الأشكال في أي عمل من أعمال الدولة. وانصاعت هي لهذا الأمر تماما. بدأ عبد الحميد حكمه الفردي بافتتاح مجلس المبعوثان، لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير مسمى، وكان هذا التعطيل في 13 من فبراير عام 1878 ميلادية. واستمر الحكم الفردي لعبد الحميد مدة 30 عاما ونصف عام تقريبا، يعني حتى 13 من يوليو عام 1908 ميلادية، عندما ثار عليه الجيش، فاضطر إلى إعلان الحكم النيابي، وافتتح البرلمان للمرة الثانية. لكنه كان رحيما بالمعارضين له، يستميلهم بقدر إمكانه، وإذا نفى أحدا منهم ينفيه إلى مكان بعيد بعد أن يمنحه منصبا عاليا وراتبا كبيرا. فعلى هذا على سبيل المثال مع نامق كمال الشاعر العثماني المعروف، ومع ضياء باشا الأديب العثماني الذائع الصيت. ونسوق هنا ترجمة لقصيدة نظمها الفيلسوف التركي رضا توفيق، وهو من كبار رجال الاتحاد والترقي ومن أكبر المعارضين لحكم عبد الحميد. هذه القصيدة لم يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان عبد الحميد، يقول فيها: عندما يذكر التاريخ اسمك يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم. كنا نحن الذين افترينا دون حياء على أعظم سياسي العصر. قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون. قلنا لا بد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان، وعملنا على إيقاظ الفتنة. لم تكن أنت المجنون، بل نحن، ولم نكن ندري. علقنا القلادة على فتيل واهن، لم نكن مجانين فحسب، بل كنا قد عدمنا الأخلاق. فلقد بصقنا أيها السلطان العظيم على قبلة الأجداد. عبد الحميد ومشاكل دولته. وقد بدأ عهد عبد الحميد بالمشاكل العديدة، فتمرد الصرب والجبل الأسود، وهو تمرد بدأ في آخر عهد عبد العزيز، واضطرب الوضع في جزيرة كريت ولم يكن في صالح الدولة. وانتصر العثمانيون على قوات الصرب في معركة الكاسيناج، ولكن عندما اقترب العثمانيون من دخول بلغراد
إذا بروسيا توجه إنذارا للدولة العثمانية، فخافت الدول الغربية وعلى رأسها إنجلترا من مغبة تدخل روسيا، وعقدت هذه الدول مؤتمر الترسانة المشهور في اسطنبول في ديسمبر عام 1876 ميلادية برئاسة صفوة باشا وزير الخارجية العثماني. في هذا اليوم أعلن عبد الحميد الثاني الحكم المشروطي الديمقراطي في الدولة، والواقع أن هذا المؤتمر قد أجبر الدولة العثمانية على القيام بإصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغاريا. وفي 18 من يناير عام 1877 ميلادية اجتمع في الباب العالي مجلس مكون من 240 شخصا لدراسة مقترحات مؤتمر الترسانة، لكن مدحت باشا دفع المجلس إلى رفض مقترحات الدولة، وحرض طلبة العلوم الدينية العالية على القيام بمظاهرات لإجبار السلطان عبد الحميد على الحرب. فقام المجلس بإجبار السلطان على التصديق على قرار برفض مقترحات المؤتمر، فانفض السفراء وتركوا الدولة العثمانية بمفردها تواجه روسيا. ولما كان نابليون الثالث قد أرسى دعائم الفكر القومي العرقي في أوروبا، فقد استغل الروس فرصة انتشار هذا الفكر، وقاموا بدعايات ضخمة لإنقاذ إخوانهم السلاف الواقعين تحت الحكم التركي، وأعلنوا الحرب في 24 من أبريل عام 1877 ميلادية على العثمانيين. وبذلك بدأت الحرب العثمانية الروسية المشهورة التي استمرت من عام 1877 ميلادية إلى عام 1878 ميلادية. وتعد هذه الحرب نكبة من نكبات التاريخ العثماني، فقد رافق خسارة العثمانيين في الأرض مشكلة هجرة مليون مسلم عثماني من بلغاريا إلى اسطنبول، وهذه الهجرة هي أصل مشكلة الأقليات الإسلامية اليوم في بلغاريا وغيرها من دول البلقان. وعندما هاجر المليون عثماني رافقتهم مشاكل اجتماعية كبيرة في الإسكان وفي المعيشة. وأخيرا عقدت في 31 من يناير عام 1878 ميلادية معاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت 9 أشهر و7 أيام. تعطيل البرلمان. وأمام ما تصوره عبد الحميد من قصور في الرأي العام ممثلا في هذا المجلس الذي دفع بالأمة إلى الدخول في حرب هي غير مستعدة لها وليست في حاجة إليها، قام السلطان في 13 من فبراير سنة 1878 ميلادية بتعطيل الحياة النيابية إلى أجل غير مسمى، واضطر وزير الخارجية العثمانية أن يوقع معاهدة آيا ستافانوس التي فرضتها روسيا على الدولة عقب هزيمتها أمامها. وقد بكى الوزير وهو يوقع المعاهدة لأنها كانت مجحفة بالدولة، إلى أن السلطان يذكر في مذكراته أنه عمل كثيرا على تخفيف وقع هذه المعاهدة على الدولة بتوقيع معاهدة أخرى هي معاهدة برلين في 3 من يوليو عام 1878 ميلادية، أي بعد 4 أشهر و11 يوما من المعاهدة الأولى. وفي 20 من مايو عام 1878 ميلادية أثناء ما كان جيش الاحتلال الروسي يجثم على أراضي الدولة وانشغال هذه به، قام شاب يدعى علي سعاوي مع أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة لخلع عبد الحميد وإحلال مراد، وكان مريضا مرضا عقليا محلة، إلى أن هذه المحاولة باءت بالفشل. ديون الدولة العثمانية. أما عن الديون العثمانية وخطورتها، فقد وصلت الديون المتبقية من عهدي عبد المجيد والد عبد الحميد وعبد العزيز عمه إلى 252 مليون ليرة ذهبية عام 1881 ميلادية، وكان هذا الرقم وقتها رقما هائلا، وكانت كل من إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائنين. وقد نجح السلطان عبد الحميد في حل مسألة الديون هذه بتقليلها إلى النصف تقريبا، لذلك كان الموظفون العثمانيون وخاصة الضباط يتضجرون عندما يقبضون رواتبهم متأخرة، وهذا الأمر كان من أسباب ضيق الموظفين في عهد عبد الحميد. وبعد وفاة السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد بخمس سنوات، أثار عبد الحميد قضية هذه الوفاة، ولذلك قدم مدحت باشا وأعوانه إلى المحاكمة في محكمة يلدير في 27 من يونيو عام 1881 ميلادية بتهمة قتل سلطان الدولة، وأصدرت المحكمة قرارها بالإدانة. ثم نقل مدحت باشا وصاحبه محمود جلال الدين باشا في 28 من يوليو عام 1881 ميلادية بالسفينة عز الدين إلى قلعة الطائف،
حيث حبس في السجن العسكري هناك. واستمر هذا الحبس 2 سنة و9 أشهر، ثم وجد مدحت باشا وزميله في السجن مقتولين خنقة، ولم يعرف من المحرض على القتل. والمعروف أن إنجلترا حاولت إنقاذ مدحت باشا من هذا السجن بتهريبه منه، حتى إنها خصصت سفينة عسكرية بريطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض. وفي 21 يوليو سنة 1905 ميلادية، دبر الأرمن مؤامرة لقتل السلطان عبد الحميد، عرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القنبلة. دبرها ونفذها الأرمن، وأيدها المعارضون لعبد الحميد، وبخاصة العاملون في النشر والإعلام. ومع هذا فقد كان حكم عبد الحميد بالنسبة إلى الدولة العثمانية عهد استقرار، وكان الشعب يشعر بالأمان، لكن نتيجة أن السلطان كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائمة، ويحد من الصحافة والحريات السياسية، فقد عاداه الضباط وطلبة العلوم العليا، خاصة طلبة الطبية العسكرية. المسائل العربية في عهد عبد الحميد: بجيش مكون من 23,000 جندي فرنسي استقدموا من الجزائر مع أسطول بحري، و8,000 جندي فرضت فرنسا حمايتها على تونس، ووقعت معاهدة باردو قصر سعيد في 12 مايو سنة 1881 ميلادية. بذلك احتج الباب العالي، وأخذ الوزير محمود صادق باشا أمير تونس يطلب النجدة، فذهب إليه أسطول عثماني مدرع، إلى أن هذا الأسطول اضطر إلى الانسحاب من مياه كريت لعدم التوازن في القوى بين الأسطولين العثماني والفرنسي. ولم تكن الدولة العثمانية في الواقع قادرة على أن تدافع عن تونس، وكلما استطاعت عمله أنها لم تعترف رسميا بالاحتلال الفرنسي، وظل عبد الحميد يعتبر تونس قطعة من الدولة العثمانية في السالنامة الرسمية. وكان احتلال بريطانيا لمصر في 15 سبتمبر عام 1882 ميلادية هو الحدث الكبير الثاني في السياسة العثمانية الخارجية فيما يختص بالأمور العربية. عبد الحميد والخديوي إسماعيل: إن العلاقات العثمانية المصرية كانت قد اتخذت طورا متشددا تجاه إسراف الخديوي إسماعيل، بعد أن استطاع الحصول من عبد العزيز على امتياز بالاقتراض الخارجي، ووصل الأمر بالخديوي إلى أنه اقترض من إنجلترا وفرنسا مبلغ 100 مليون جنيه ذهبا في 10 سنوات. ولتقريب هذه المسألة نقول إن ديون الدولة العثمانية كلها بعد جهود عبد الحميد في تخفيضها إلى النصف تقريبا تعادل جملة اقتراضات الخديوي إسماعيل بمفرده، وهو خديوي على إيالة مصر العثمانية، مما أعطى انطباعا لدى السلطان عبد الحميد بعظم إسراف الخديوي. وهذا الإسراف دفع إسماعيل في نوفمبر عام 1875 ميلادية إلى طرح أسهمه الشخصية في قناة السويس للبيع، وحاولت فرنسا أن تشتريها، إلى أن سرعة حركة دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا في شراء هذه الأسهم عطلت حركة فرنسا في العمل، وهذا أدى إلى توقع وقوع مصر فريسة للاحتلال البريطاني. ولم تكن فرنسا من القوة بحيث تستطيع وقتها عمل شيء لتعطيل تحرك الإنجليز في مصر، ومع ذلك لم يجدي بيع إسماعيل لأسهمه في قناة السويس نفعا. كان جيش مصر قد بلغ أيام إسماعيل 30,000 عسكري ما بين ضابط وجندي، ثم أدى تدخل الوزراء الأوروبيين في الوزارة المصرية إلى تخفيض هذه القوة إلى 11,000 وتسريح 2,500 ضابط، وكان هذا العدد يقرب من نصف عدد ضباط الجيش، وكان عدد الضباط المصريين قليلا بالنسبة إلى الضباط الآخرين من رعاية الدولة العثمانية كالألبان والأباضة والشركس وغيرهم، إلى أن أغلب الضباط المحالين إلى التقاعد كانوا من المصريين. فاستاء هؤلاء، وبدأ في مصر لأول مرة الشعور بالقومية، وظهر الأمير لاي أحمد عرابي بك. نتيجة لهذا الجو الجديد قام السلطان عبد الحميد الثاني بإصدار إرادة سنية في 25 يوليو سنة 1879 بعزل الخديوي إسماعيل باشا وتعيين ابنه الأكبر وولي العهد محمد توفيق باشا مكانه. وطلب إسماعيل من السلطان عبد الحميد الإذن بالإقامة في اسطنبول والإفادة من أملاكه هناك، فأذن له وقام إسماعيل في قصره في حي بايزيد في اسطنبول، وكذلك في قصره الصيفي على البوسفور في حي أميركان. ومات إسماعيل في اسطنبول في 2 مارس سنة 1895 ميلادية عن 65 عاما. والمعروف أن إسماعيل درس في الأكاديمية الحربية في باريس،
وفي علاقة عبد الحميد بإسماعيل أيضا مسألة إهداء السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد جزيرة ياسي آدا، وهي جزيرة صغيرة جميلة بالقرب من إسطنبول، إلى إسماعيل، وعندما تولى عبد الحميد أعاد هذه الجزيرة إلى أملاك الدولة. عبد الحميد والثورة العرابية. أما أحمد عرابي بيك فقد أيده عبد الحميد ومنحه رتبة أمير لواء مع الباشوية، كما منحه الوسام الحميدي من الطبقة الأولى، والمعروف أن الرتبة العسكرية في مصر فيما فوق أمير لاي لا تمنح إلا من السلطان نفسه. قام عرابي باشا بإنهاء عمل الموظفين الأوروبيين، فاحتجت عليه كل من إنجلترا وفرنسا، وقامتا بمراجعة الباب العالي في شأن إرسال قوة عسكرية إلى مصر، ولم يقع عبد الحميد في هذا الفخ، ورفض إرسال قوة عسكرية، لأن قمع الحركة الوطنية المصرية بجنود أتراك لصالح الدول الأوروبية وهي دول استعمارية، كان من شأنه الإساءة إلى مقام الخلافة في كل أرجاء العالم الإسلامي، ويتنافى مع مبدأ الجامعة الإسلامية، التي كان عبد الحميد قد اتخذها سياسة له. وفي هذه الأثناء تولى عرابي باشا وزارة الحربية، وفي 11 من يوليو سنة 1882 ميلادية حدثت قلاقل الإسكندرية، ومات عدد من الأوروبيين هناك، كما جرح 4 قناصل. لذلك قام الأميرالاي سيمور قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط، وكانت إنجلترا قد أعلنت أنها ستحمي الأجانب في مصر بضرب الإسكندرية بالمدفعية البحرية ضربا متواصلا. وفي اليوم التالي 12 من يوليو سنة 1882 ميلادية احتل الإنجليز المدينة، وفي 12 من سبتمبر سنة 1882 ميلادية قام السير جرانت ويلزلي بالتغلب على قوات عرابي باشا في معركة التل الكبير في 20 دقيقة، ودخل الجيش الإنجليزي القاهرة في 15 من سبتمبر سنة 1882 ميلادية، ونفت بريطانيا أحمد عرابي إلى سيلان. وكانت بريطانيا تردد دائما أنها تحتل مصر والسودان احتلالا مؤقتا، ولم يكن للاحتلال صفة رسمية أو وضع قانوني، وإن كان أمرا واقعا، إلى أن مصر رسميا كانت تابعة للدولة العثمانية. واستمرت مصر حتى عام 1914 ميلادية، تاريخ إعلان الحماية البريطانية عليها، ترسل متعلقات تبعيتها للعثمانيين إلى اسطنبول سنويا، وكذلك كان تعيين الرتب الكبيرة فوق الأميرالاي لا يتم إلا عن طريق السلطان. عبد الحميد ومسألة العقبة. والمسألة الثالثة المهمة في العلاقات العثمانية المصرية في عهد عبد الحميد تتجلى في مسألة العقبة عام 1906. فبعد أن ضيق العثمانيون على الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجي للاحتفاظ بطريقهم إلى الهند سليمة، وخوف بريطانيا من خط سكة حديد الحجاز، خاصة بعد دخول ألمانيا منافسا للقوى الأوروبية في خط سكة حديد بغداد، في تلك الفترة كان السلطان عبد الحميد مشغولا بإنشاء خط سكة حديد مكة الطويل برأس مال إسلامي وأيدي عاملة مسلمة، وكان خط سكة حديد الحجاز قد وصل إلى المدينة المنورة، وقد ربط هذا الخط بين إسطنبول ودمشق والمدينة. وفي هذه الفترة نفسها أنشأ السلطان مدينة بير السبع بين غزة وبحيرة لوط في جنوب فلسطين. وفي عام 1901 ميلادية حلت قوة تركية هناك، وتكون حولها قصبة، والواقع أنها كانت قاعدة استراتيجية عثمانية تشرف على شبه جزيرة سيناء والجزيرة العربية وطريق الحجاز ومصر، وكان من شأنها أيضا مراقبة الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر. وتشكل هذه القاعدة العثمانية الاستراتيجية التي أقيمت على أطلال مهجورة متراكمة حول بئر واحدة من بدايات مسألة العقبة. وفي عام 1905 ميلادية قام الإنجليز بتحريض بعض القبائل اليمانية بالتمرد على الدولة، لكن العثمانيين استطاعوا القضاء على هذا التمرد. عندئذ أدركت بريطانيا أنها عاجزة عن الإضرار بالعثمانيين في اليمن، وهي ولاية ذات أهمية استراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن. لذلك قام الإنجليز باختلاق حادثة على حدود مصر، وكانت هذه الحادثة هي حادثة قرية تسمى العقبة. طلبت إنجلترا إرسال جنود إلى هذه القرية التي يسمح الباب العالي بوجود جنود مصريين فيها، خاصة بمناسبة أعمال الحج. لذلك كانت إنجلترا تريد السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر وتدخل منه إلى داخل الجزيرة العربية. أرسل السلطان عبد الحميد أحد يورانه المخلصين وهو الأميرالاي رشدي بيك باشا فيما بعد إلى المنطقة،
فسار مع طابورين من الجنود ومدفع واحد واتجه إلى العقبة وأخلاها من الجنود المصريين الذين كانوا فيها بعد أن أبلغهم أن هذا قرار من السلطان. وبموجب أمر من عبد الحميد احتل رشدي بك قصبة طابة بعد أن أخلاها من الجنود المصريين ليفاجئ الإنجليز بالأمر الواقع. أدركت إنجلترا أنها على أبواب صدام قريب مع الدولة العثمانية بشأن الحدود، خاصة بعد قيام الشعب المصري في القاهرة وسائر المدن المصرية بمظاهرات تهتف بحياة عبد الحميد وبسقوط الاحتلال الإنجليزي. وقدمت إنجلترا للباب العالي إنذارا باحتلال العقبة وطابة في مدة 10 أيام إذا لم يرسل الباب العالي إلى رشدي بك تلغرافا بإخلاء القلعتين. وقالت إنجلترا في إنذارها إن من حقها الدخول في حرب مع الدولة إذا لم يحدث صدى إيجابي للإنذار. ولكي تضخم إنجلترا المسألة أمرت أسطولها في المحيط الأطلسي بدخول البحر المتوسط عن طريق جبل طارق ليكون بجوار الأسطول البريطاني في البحر المتوسط. أبلغ عبد الحميد إنجلترا برفضه لهذا الضغط البريطاني وقال إن مصر جزء من الدولة العثمانية رسميا وليس لإنجلترا حق فيما تريده، وقال إن الحدود المصرية العثمانية لا يحلها إلا ضباط من مصر ومن الدولة العثمانية. وفي أول أكتوبر عام 1906 ميلادية قام الضباط العثمانيون والضباط المصريون بتنظيم الحدود واستقر الأمر على أن طابة مصرية. عبد الحميد واليهود. عندما مات البارون هيرش كان يأمل في إقامة وطن ليهود روسيا في الأرجنتين، وعندما تدخل تيودور هيرتزل في المسألة اليهودية أصبح الأمر لا يتعلق بيهود روسيا فقط بل بكل اليهود، ولم يصبح الوطن الذي يطلبونه الأرجنتين بل أصبح في فلسطين، وكانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية. يقول تحسين باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في عهد عبد الحميد في مذكراته ما يلي: جاءت شخصية كبيرة صهيونية يهودية نمساوية إلى اسطنبول وطلبت إقامة وطن يهودي في سنجق القدس، وقالت هذه الشخصية إنها تتحدث في هذا باسم الصهاينة وأن روتشيلد المصرفي المشهور وراء هذا الأمر. وكان أساس مطلب هذا اليهودي إقامة قرى يهودية في فلسطين في مكان تحدده الحكومة العثمانية، ولا مانع من وجود منازل إسلامية في هذه القرى إذا رغبت الحكومة في هذا، وسيتبع اليهود القادمون من الخارج قوانين ونظم الدولة العليا العثمانية، وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في مسألة الديون العمومية وتقديم الضمان الكافي بهذا الكتاب. ولأن هذا اليهودي كان له وزنه واعتباره والمسألة تتعلق بالديون العمومية للدولة، عرض الموضوع على السلطان الذي أذن بمقابلته. وبعد هذه المقابلة التي عاد منها الصهيوني النمساوي إلى بلاده صفر اليدين، أمر السلطان عبد الحميد سفراء الدولة العثمانية في كل من واشنطن وبرلين وفيينا ولندن وباريس بتعقب الحركة الصهيونية وإرسال تقاريرهم أولا بأول إلى السلطان، كما قاموا بناء على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود في البلدان التي يعملون بها أيضا بإرسال مخبرين عثمانيين متنكرين إلى الاجتماعات الصهيونية في أوروبا وإرسال قصاصات الصحف والمجلات الأوروبية المتعلقة بنشاط اليهود في أوروبا. وبذلك خط عبد الحميد بنفسه الخطوط الأساسية للسياسة العثمانية تجاه اليهود وفهم تفكيرهم تجاه القضية الفلسطينية. وفي 28 من يونيو 1890 ميلادية وفي 7 من يوليو من العام نفسه أصدر السلطان عبد الحميد إرادتين سلطانيتين ب عدم قبول الصهاينة في الممالك الشهانية الأراضي العثمانية وإعادتهم إلى الأماكن التي جاءوا منها، وأعطى أوامره إلى نظارة الشؤون العقارية بعدم بيع أراضي للمهاجرين إلى فلسطين. يقول محرم فوزي طوغاي في مقال له في 2 من مايو عام 1947 نشرها في مجلة بيوك طوغو التركية بعنوان فلسطين والمسألة اليهودية ما يلي: إن تصرف عبد الحميد تجاه الحركة اليهودية بهذا الشكل المعادي كان معناه أنه يتسبب في هدم تاجه وهدم عرشه، ليس هذا فقط بل ومن ثم في هدم الدولة العثمانية كلها. ويقول العقيد التركي حسام الدين آرتورك في كتابه خفايا عهدين نشر في اسطنبول عام 1957 ميلادية ما يلي: قدم كل من تيودور هيرتزل
والحاخامة الأكبر طلبا شخصيا إلى السلطان عبد الحميد يطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلي مستقل في سنجق القدس، فما كان من عبد الحميد إلا أن طردهما. ويقول نظام الدين تبا دانالي أوغلي بالتعليق على هذه المسألة قائلة: إن تصرف السلطان عبد الحميد تجاه هرتزل بهذا الشكل كان كما فطن السلطان لذلك، من شأنه أن يعمل هرتزل واليهود على دعم أعداء السلطان. وأعداء السلطان يتمثلون في الآتي: تأييد الأرمن وتدعيم حركتهم ضد السلطان عبد الحميد، تأييد الحركة القومية في البلقان لانفصال هذه المنطقة عن الدولة، تأييد الحركة القومية الكردية التي ظهرت عام 1880 ميلادية وبدأت بمحاولات اتحاد 30 عشيرة كردية متنافرة، تأييد كل حركة استقلال عن الدولة العثمانية، دعم قوى حركة الاتحاد والترقي ودفعها إلى قلب الأوضاع السياسية في الدولة. عبد الحميد وحركة الجامعة الإسلامية. ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واتسع ذلك المصطلح ليشمل عدة مفاهيم، فبعض المصلحين رأى فيها دعوة للرجوع بالدين إلى ما كان عليه السلف الصالح، والبعض فسرها بأنها دعوة لتحديث المفاهيم الإسلامية وتطويرها بشكل يسير تطور الحياة الحديثة ويتمشى مع المفاهيم الواردة من مدنية الغرب وثقافته. ورأي ثالث رأى فيها دعوة إلى إحياء الخلافة العربية القرشية من جديد، لكن من غير أن يكون لهذا الخليفة السلطة دنيوية بل مجرد رمز ديني لوحدة المسلمين. أما الرأي الأخير والأقرب إلى الدقة فرأى فيها تلك الدعوة التي انطلقت من عاصمة الدولة العثمانية والتي استهدفت تشديد قبضة الدولة على ما تبقى من ولاياتها أمام الخطر الأوروبي الزاحف عليها من الغرب، وامتداد النفوذ الأدبي للسلطان العثماني من منطلق كونه خليفة للمسلمين وخاصة من هم خارج حدود العالم الإسلامي، لتتبادل معهم الدولة الدعم المادي والأدبي لمواجهة الغزو الأوروبي، وما أحدثته هذه الحركة من ردود فعل متباينة بين مؤيد لها ومساند وبين معارض لها ومناهض. تولى السلطان عبد الحميد الحكم سنة 1876 ميلادية، وقد بلغت أطماع الدول الأوروبية في الدولة العثمانية أوجاء، وأوشكت المشاكل والفتن الداخلية أن تقوض أركان الدولة من الداخل، وأهمها جماعة تركيا الفتاة التي كانت تنادي بالأخذ بالمبادئ الأوروبية الغربية في كل شيء، وحاولوا إخداع السلطان لنفوذهم كما فعلوا مع سابقيه لأنه رفض وسعى لإضعاف نفوذهم في الدولة. وكان انتشار تلك الأفكار في الدولة العثمانية التي يدين سكانها بالإسلام يشكل خطرا على وحدتها السياسية، وكان للسلطان عبد الحميد مفهوم خاص في إدخال عناصر المدنية إلى بلاده، فهو لا يريد حضارة الغرب بمعنى الثقافة والتراث، لأنه كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوقة على الحضارة الغربية، إنما كان يريد اقتباس ما لديهم من علوم حديثة وليس مرة واحدة ولكن بالتدريج. وأدرك السلطان أنه أمام أخطاء داخلية وخارجية، ورأى أن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تمكنه من ذلك، وفي هذا يقول: إن الإسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء، ونحن أمة حية قوية، ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم. وكان يرى أن الحروب الصليبية ضد الدولة العثمانية دائمة ومستمرة، فلا بد إذن من العمل بالإسلام على توحيد عناصر الدولة المتعددة من عرب وترك وأكراد وغيرهم في جبهة واحدة حتى يمكن الصمود أمام الغرب. ويرى أن جبهة المسلمين في الدولة العثمانية لا تكفي، ولكن لا بد من امتداد تأثير الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمي العالم في إفريقيا وآسيا وغيرها. وأيد فكرة الجامعة الإسلامية كثير من علماء الدولة العثمانية آنذاك، منهم الشيخ عاطف الإسكليبي والشاعر محمد عاكف أرصوي والشيخ بديع الزمان سعيد النورسي. وفي بلاد الشام نادى بها الشيخ أبو الهدى الصيادي، الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، السيد محمد رشيد رضا، عبد القادر المغربي، رفيق العظم الأمير شكيب أرسلان، جمال الدين الأفغاني، محمد عبدو، مصطفى كامل، ومحمد فريد. السلطان عبد الحميد والاتحاد والترقي. الاتحاد والترقي هو أول حزب سياسي في الدولة العثمانية ظهر في عام 1890 ميلادية، وكان سريا مكونا من خلايا طلبة الحربية والطبية العسكرية، ويهدف إلى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص منه،
وتم اكتشاف هذا الجهاز في سنة 1897 ميلادية، فنفي عديد من أعضائه وفر بعضهم إلى باريس. وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق أول أحمد جلال الدين باشا إلى باريس لاستمالة أعضاء المعارضة من الاتحاديين، فنجح في استمالة أكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب كبيرة في الدولة، إلى أن المعارضين وعلى رأسهم أحمد رضا بك ظلوا على معارضتهم. وفي المدة من الرابع إلى التاسع فبراير 1902 ميلادية عقد في باريس مؤتمر للأحرار العثمانيين، حضرته كل من العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد وعلى رأسهم أعضاء الاتحاد والترقي. وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة العثمانية إلى حكومات مستقلة استقلالا ذاتيا على أساس عرقي قومي، وظهر المعارضون لهذا الرأي ومنهم أحمد رضا بك نفسه، إلى أن الأغلبية كان لها قوتها في تأييد هذا القرار. وطالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لإنهاء حكم السلطان عبد الحميد وإقصائه عن العرش. وفي داخل البلاد العثمانية وخصوصا في سالونيك ومناصر افتتح الاتحاد والترقي فروعا له، التحق بها الضباط الشبان من رتبتي ملازم ويوزباشي، ثم بدأ دخول الضباط من الرتب الكبيرة، حتى إنه يتردد أن كل ضباط الجيش العثماني الثالث في البلقان كانوا في عام 1908 منضمين إلى الاتحاد والترقي، وكان منهم أركان حرب قول أغاسي مصطفى كمال أفندي أتاتورك فيما بعد، إلى أنه انسحب فيما بعد من الاتحاد والترقي. وفي مذكرة لجمعية الاتحاد والترقي إلى قناصل الدول الأجنبية في الدولة العثمانية، طالبت الجمعية بتدخل دول هؤلاء القناصل لإنهاء حكم عبد الحميد، وتحالفت الجمعية مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. اعتقد الاتحاديون بأنهم بإزالة عبد الحميد يستطيعون تقريب العناصر المختلفة في الدولة، وأن دول أوروبا ستكف عن مضايقاتها للدولة العثمانية، وتصور الاتحاديون أن هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية الدولة العثمانية إذا انتهى حكم عبد الحميد الفردي غير المشروط غير الديمقراطي، والذي حدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك، مما أصاب الاتحاديين بالهلع. وفي 23 يوليو 1908 اضطر عبد الحميد اضطرارا إلى إعلان المشروطية الثانية، وتولت جمعية الاتحاد والترقي الحكم، وأعلنت تمثلها لمبادئ الثورة الفرنسية: الحرية، العدالة، المساواة، الأخوة. وفي 15 من أكتوبر 1908 استقلت عن الدولة العثمانية كل من بلغاريا وكريت التي أعلنت انضمامها لليونان، واستقلت كما ذكرنا البوسنة والهرسك. وفي 13 من أبريل دبر الجيش العثماني حادثة عرفت باسم حادث 31 مارس، ثم نسبوها إلى عبد الحميد وقالوا إنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد جماعة الاتحاد والترقي، واتخذ الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل السلطان عبد الحميد الثاني، وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفدا مكونا من 4 أشخاص لم يكن منهم تركي ولا عربي واحد، وإنما كان على رأس الوفد يهودي والثلاثة الآخرون أرميني وألباني وجورجي، واليهودي هو إيمانويل قراسو الذي لعب فيما بعد دوره المشؤوم في الاحتلال الإيطالي لليبيا. وتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في 27 من أبريل سنة 1909، وكان على السلطان عبد الحميد أن يركب هو وأسرته القطار إلى منفاه في سالونيك، وهي مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي، وكان مقر منفى السلطان عبد الحميد في هذه المدينة ذات الطابع اليهودي في قصر يمتلكه يهودي يسمى ألاتيني، إمعانا في إذلال عبد الحميد. وفي 10 من فبراير 1918 مات السلطان عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد عن 76 عاما، واشترك في تشييع جنازته كل شعب اسطنبول تقريبا. لقد خدم السلطان عبد الحميد أمته 33 سنة، قدم خلالها خدمات جليلة، فحفظ الدولة بعد الحرب الروسية التركية من أن تفقد المزيد من أراضيها في أوروبا، وقام بإنشاء دار العلوم السياسية والجامعة بكل فروعها، ودور المعلمين والمعلمات، ومدارس اللغات، ومدرسة الفنون النسوية، وافتتح متحف الآثار الشرقية، والمتحف العسكري، ومكتبة بايزيد، ومدرسة الطب وغيرها. وفي مجال الإصلاحات العسكرية استخدم الخبراء الألمان لتدريب الجيش وفق الأساليب الحديثة، وأرسل البعثات العسكرية للخارج، وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة.
ويذكر له في مجال الإنشاءات والمواصلات إنشاؤه الخط الحديدي الحجازي وعددا من الطرق في سوريا، وتوسعه في إنشاء خطوط البرق، وجرى في عهده بناء دار الحكومة في دمشق والثكنة الحميدية جامعة دمشق اليوم، وإصلاح الكعبة المشرفة وغيرها. الدولة العثمانية نحو الانهيار. رأت السلطات العثمانية وعلى رأس السلطان وحيد الدين أن مصلحتها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى أن تتعاون مع الحلفاء وبخاصة إنجلترا، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. فتم حل جمعية الاتحاد والترقي ومصادرة أملاكها وحل البرلمان والحكم بمراسيم. وكانت الدولة العثمانية قد استسلمت في الحرب العالمية الأولى في عهد السلطان وحيد الدين بعد أن تولى الخلافة بعدة شهور فقط، ونتج عن هزيمتها أن سيطر الحلفاء على اسطنبول والمضائق، واحتلت اليونان الأقسام الغربية، وضاعت البلدان العربية من يديها، وأراد السلطان وحيد الدين أن ينقذ الدولة مما هي فيه، فوضع ثقته في مصطفى كمال الذي لامع نجمه أثناء الحرب، لكنه بدأ يعمل لصالح نفسه. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان مصطفى كمال أنجح قادة الميدان العثمانيين، فقد تولى في أواخر سنة 1914 ميلادية قيادة القوات التركية التي وكل إليها حماية الدردنيل، وكانت قاعدتها الرئيسية شبه جزيرة غاليبولي، وبفضل شجاعته فشل الإنزال البريطاني بها لاحتلالها. هذا ما يقال في التاريخ، والواقع قد يكون غير ذلك، قد يكون بتواطؤ معه لإظهار أنه شجاع وبطل، وقد جعلته هذه المعركة التي أنقذت الأسطانة من السقوط بطلا قوميا، فأنعم عليه بلقب باشا. ثم عقدت هدنة مودانيا في 12 من أكتوبر 1921 ميلادية، اعترفت بمقتضاها حكومات الحلفاء بعودة السيادة التركية إلى اسطنبول والبوغازين وتراقيا الشرقية، وأجلت عودة الأتراك إلى هذه المنطقة حتى توقع معاهدة الصلح. وفي الأول من نوفمبر سنة 1922 أعلن المجلس الوطني الكبير أن السلطنة قد زالت منذ أن احتل الإنجليز اسطنبول قبل ذلك بسنتين، كما أن المجلس قرر أنه وحده الذي يختار الخليفة من بين أفراد أسرة آل عثمان. وفي 17 من نوفمبر 1922 أجبر السلطان وحيد الدين على ترك منصب السلطنة وترك عاصمة الخلافة إلى مالطا، حيث أقلته بارجة حربية إنجليزية كانت راسية بالميناء تنتظر ذلك، ونودي بالأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ابن عم وحيد الدين خليفة للمسلمين بعد موافقة المجلس الوطني الكبير. وفي 24 من يوليو سنة 1923 ميلادية جرى التوقيع على معاهدة لوزان التي نصت على عودة السيادة التركية على ما يقرب من كل الأراضي التي تشتمل عليها تركيا الآن، وألغيت الامتيازات الأجنبية، ونتيجة لما توصل إليه في معاهدة لوزان أحرز مصطفى كمال هيبة والسلطة كانتا لازمتين لإتمام تشكيل الدولة الجديدة. فلما انسحبت قوات الحلفاء دخلتها القوات التركية في 6 من أكتوبر 1923، وبعد ذلك بأسبوع أصدر المجلس الوطني الكبير قانونا جديدا نص على جعل أنقرة العاصمة الرسمية للدولة التركية بدلا من اسطنبول التي تحمل ذكريات الخلافة والسلطنة. ثم أقر المجلس قانونا جديدا في 29 من أكتوبر 1923 نص على كون تركيا جمهورية تستمد كيانها من الشعب، وانتخب مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية. وفي الأول من مارس 1924 دعا مصطفى كمال المجلس الوطني إلى عقد جلسة، وقدم مرسوما بطرد الخليفة وإلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة، واستمر الجدل والنقاش حول هذه الخطوة في المجلس عدة أيام. وفي صباح اليوم الثالث من شهر مارس أذيع نبأ إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة، وأمر في الوقت نفسه السلطان عبد المجيد بمغادرة البلاد إلى سويسرا، وما إن تم القضاء على الخلافة حتى جرت سلسلة من التغييرات التي استهدفت فصل الدين عن الدولة، فألغيت وزارة الأوقاف وصدرت ممتلكاتها، وألغيت وظيفة شيخ الإسلام، ونقل الإشراف على المدارس الدينية إلى إدارة التعليم المدني التي أصبحت مسؤولة عن التعليم العام. ثم ألغيت المحاكم الشرعية التي انتقلت اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية، كما ألغيت الكتابة بالحروف العربية واستبدلت بها الحروف اللاتينية.
وفي سنة 1934 ميلادية أعطيت المرأة التركية حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، وألغيت الألقاب العربية، وفرض على الأتراك استعمال ألقاب أسرية على النمط الغربي. وقد استهل مصطفى كمال هذا الإجراء بأن أطلق على نفسه لقب أتاتورك بمعنى أبو الترك، وجعلت العطلة الرسمية الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة، وفرض على الأتراك ارتداء القبعة والملابس الأوروبية.